بنرحب فيكم بحلقة جديدة ومباشرة على الهواء، أنا وسارة عم نقدم لكم إياها. طبعاً حلقتنا هي بمناسبة عروض باقات وخصومات اللي عم نقدم لكم إياها من منتجين بياخذوا العقل. أول شيء كيفك سارة؟ منيحة. أنا متحمسة كثير لهالحلقة اللي عم نقدمها اليوم مباشرة على الهواء. أكيد رح تشوفوا منتجات عم بتطل عليكم مثل ما هلا عم نشوف بأسعار تنافسية وأسعار كثير مخفضة عن الأسعار اللي شفناها سابقاً. مزبوط، المنتجين اللي عم نقدم لكم إياها اليوم من ماركة بلزانو الإيطالية وهي مقلاة هوائية بحجم 2XL، وايضا في عنا خلاط من نفس الماركه من ماركه بلزانو 3 بـ1. كل هيدا الشيء بسعر بس 449 ريال سعودي. بصراحه انا وساره كثير متحمسين لنعرفكم على المقلاه الهوائيه، اكبر حجم ولحجم عائلي مثل ما بيقولوا، بتقدروا تعملوا فيه كل شيء بيخطر على بالكم. المقلاه الهوائيه اللي عم نقدم لكم اياها اليوم من افضل المنتجات مبيعا على شاشتنا، كونها بتقدم لنا الكباسيتي الكثير كبيره وهي 8 لتر، متوفره لكم بلونين، عندنا اللون الازرق واللون الاسود. تفاصيل اكثر عنها رح نتعرف عليها اكيد بسياق هيدي الفقره اللي بنرجع بنذكركم عم بتطل عليكم مباشرة على الهواء. شو اللي بيميز هيدي المقلاة الهوائية؟ انها هي جاية لكم بسعة كثير كبيرة، جاية كمان بشاشة رقمية بقلبها أكثر من بروجرام ليسهل عليكم عملية الطهي وكمان القلي. عم نشوف عنا الفرنش فرايز بيختار لكم دغري الحرارة والوقت، عنا كمان شيء خاص للأسماك، للحوم، للمخبوزات، وكمان إذا بدنا نقول للستيك وغيرها من الأشياء، وكمان للسمك. فيكم كمان تتحكموا يدوياً إذا بدنا نقول بالوقت، فيكم تغيروا الوقت وتزيدوه، وفيكم كمان تغيروا بالحرارة. شو اللي ميز هيدي الاير فراير اللي نحن عم نقدم لكم إياها؟ الساعة الداخلية، لأنه الباسكت اللي من جوا هي دبل إكس، جاي لكم XXL، فيكم تحطوا فيها كمية كتير كبيرة، وكمان الباسكت اللي جاي بقلبها سماح كل هيدول الفراغات اللي بتساعدنا لحتى توزع الهواء بطريقة متساوية وحتى نتخلص كمان من الدهون بطريقة كتير عملية. هيدي هي الساعة الداخلية. على فكرة كتير يمكن سيدات عم يتابعونا ما يعرفوا شو مفهوم 2XL أو يعني الحجم الكتير كبير. حنورجيكم هذا الكيس الكامل، لا طبعا في نعمل البطاطا المفرزة بتقدروا تفرغوه مثل ما هو على الباسكت مثل ما عم بتشوفوا هون، وحتشوفوا كيف حتطلع عندكم البطاطا مقلية بطريقة كتير حلوة وعملية. شوفوا الحجم الكبير اللي بتسعه، هيدي البطاطا اللي شايفينها هون بهيدي الطريقة، وبتقدروا تحطوها بقلب المقلاة اللي عم نشوفها هون بهذا الحجم، وبتحطوها وبتختاروا طبعا النظام اللي انتم بدكم اياه، او طبعا البروجرام الخاص بالبطاطا المقليه، وبتقدروا تحطوها بهيدي الطريقه هون مثل ما عم بتشوفوا سوا مع بعضكم. بتقدروا تختاروا الوقت البرنامج اللي انتم بدكم اياه، وبتقدروا كمان مباشره تشغلوه، بتصير جاهزه، يكون عندنا فرنش فرايز جاهزه ولذيذه وبنفس الوقت بمره واحده بس لانه حجمها كثير كبير. اكيد بنشوف نحن وياكم العروض اللي عم نقدم لكم اياها، وبنفس الوقت عم نشوف الاحجام اللي جايه لكم. عندنا الميديوم، اللارج، الاكس ال بالاسواق، وكمان يعني الدبل اكس ال اللي هي بتكون لعائله كامله، يعني الكاباسيتي بتخولك لحتى تعملي مقالي وطهي بكميه كثير كبيره. شفنا كمان نفس الكاباسيتي اللي حطيناها او نفس الفرنش فرايز، عم نشوف اذا بدنا نقول النتيجه قد ايه الكميه بتكون كثير كبيره، وقد ايه بنفس الوقت بتكون عندنا كل المقالي اللي بنحبها، ما بيكون فيها ابدا اي دهون. هي اهم شيء ما فيها زيوت. واو الحجم ما شاء الله شو كبير ساره. وعم نشوف كمان كيف مستوي عنا وكيف اختي حتى لون عنا للفرنش فرايز. السعر اللي عم تشوفوه قدامكم على يمين الشاشه هو ضمن هيدي العروض الخاصه اللي عم نقدم لكم اياها، وجاي لكم لفتره كثير محدوده وضمن العرض المباشر. طبعا لكل الاشخاص اللي عم يتساءلوا كيف بتشتغل الاير فراير او شو هي التقنيه اللي بتعتمدي عليها، هي بكل بساطه توزيع الهواء السخن. يعني بنشوف في عنا اول شيء القرص المعدني من الاعلى، عند اكيد ما نوصله للكهرباء، بصير عنا كثير حامي، وبتصير عنا في المروحه الداخليه بتساعدنا لتوزيع الهواء 360 درجه، فبينطهى عنا الاكل عن طريق توزيع الهواء السخن. مزبوط. كمان الحلو انه نحن عم نحكي عن مقلاه هوائيه، لكن نحن ما عم نحكي عن مقلاه هوائيه عاديه، حتى فيكم تطهوا فيها كثير اشياء مختلفه، والحجم الكبير اللي بيوسع فيها حنبرهن لكم 2XL، يعني الحجم اللي كثير كبير عن جد قد ايه بيوسع، مثل ما لكم شايفين هون بالتفاصيل، وعم نشوف طبعا قد ايه سعه كثير كبيره. شايفين هون حاطين عنا قطعتين من الدجاج او دجاجتين كاملين بهيدي الطريقه، حنورجيكم اياها
مثل ما عم نشوف هون. يعني بتخليكي تستغني عن الفرن، بخليكي تستغني عن استخدام وطهي المأكولات على الستوف لانه بياخذ وقت كثير طويل على الغاز. هون بكل سهوله فيك تختصري عليك الوقت وبنفس الوقت يطلع الاكل كثير طيب خالي من الدهون. ما ننسى هذا العرض المباشر، عم نقدم لكم سعر تنافسي 449 ريال سعودي على منتجين من ماركه بلزانو ضمن عروض وباقات. مزبوط، شوفي هي الدهون اللي اصلا بتطلع من الدجاج نفسها كلياتها بتصفي لنا اياها، اذا حابين نحطها بصينيه عاديه ما بتقدر تصفيها اذا عم نحطها بالفرن، لكن هون بتخلينا نصفي الدهون اللي بتطلع من الدجاج نفسه طبعا نحافظ على حياه صحيه. اما استوى الدجاج من جوا فهلا فيني ورجيكم اياه بهيدي الطريقه، تشوفوا حتى الدجاج كيف مستوي بطريقه كثير حلوه وطبعا فريش مثل ما عم نشوف سوا هون مع بعضنا بهيدي الطريقه. هون عم نشوف استوى الدجاج قديش مستوي ومبين شكله شهي وايضا بنفس الوقت جوسي، يعني منا ناشفه مثل ما عم نشوف بهيدي الطريقه، وهذا اللي نحن بنحلم فيه انه نحصل عليه لما نعمل دجاج مشوي ويكون بطريقه جدا صحيه. من اكثر الاشياء اللي بتغلبنا بالبيت لنحن نقليها هي الاسماك، كونها انها بتاخذ كثير ريحه، بتعبي كثير ريحه بالبيت، وبنفس الوقت بدنا اكثر من مره لحتى نعمل الكميه اللي بدنا اياها. صح. اما مع الاير فراير اللي عم نقدم لكم اياها نحن من بلزانو، ميزتها انه في عندنا بالخلف مثل ما هلا عم نشوف في هيدا الفلتر اللي بيساعدنا لحتى كل الروائح اللي ما بدنا اياها من المقالي نخلص منها تماما من دون كمان ما نستخدم الزيت ابدا. عندنا هون رح نفرجيكم السمك كيف فيكم تعملوا كميه كثير كبيره وبنفس الوقت فيكم تتخلصوا وتتغلبوا تتخلصوا من الريحه اذا بدنا نقول. مزبوط، واهم شيء انه صار فيكم تعملوا سمك، في كثير ناس حارمين حالهم من هالاكله بسبب الريحه اللي بتعملها، كرمال هيك ما تاكلوا هم، صار فيكم تقلوا حتى بالصالون لما يكونوا ضيوفكم عندكم وجهزوا لهم اكل كثير طهو وفريش، ولا حيحرزوا انه اصلا عاملين انتم اكلات سمك او سي فود بالبيت لانه ما بتطلع ولا ريحه، وشكلها بتجنن، شكلها مقليه كانك عن جد حاطيها بديب فراينج، بس شوفي شو فريش ومستوية بشكل كتير شهي. واو، وما ننسى كمان انه نحن عم نقدم لكم هيدا العرض اللي بنرجع بنذكركم ضمن عروض مباشرة لكم باسعار كتير مخفضة، عم نقدم لكم بهيدي العروض باقات، يعني مش منتج واحد، تحصلوا على منتجين بسعر جدا مخفض اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشة ب 449 ريال سعودي. عندنا المنتج الثاني اللي عم نقدم لكم اياه من ماركت بلزانو هو هيدا البلندر، او اذا بدنا نقول الشيء الكتير عملي لكل ست بيت بالمطبخ لحتى تقدر تحضر المأكولات بطريقه كثير عمليه. مزبوط. شو اللي ميز هيدا البلندر انه فيك تستخدميه بطريقتين. في عنا الجزء من تحت هو هيدا الكونتينر اذا بدنا نعمل اي شيء فرم او اذا بدنا نعمل البهارات او غيرها من الاشياء. واو. وبنفس الوقت فينا نحن عنا هيدا الكونتينر اللي كمان فينا نعمل خلط بطريقه كمان كثير عمليه. حنفرجيكم هون الخلط كيف بيتم، جدا سهله وعمليه. منتجين اساسيين بالمطبخ رح تحصلوا عليهم، والحلو انه مثل ما عم نشوف هون حصلنا على خلط بفضل الشفرات المتوفره بالمنتج اللي عم نشوفه قدامنا، ولكن الحلو كمان هيدا المنتج بتقدروا تستخدموه 2-in-1 مثل ما عم نشوف سوا مع بعضنا. خلينا نتخلص من هي، وهون عم نشوف طبعا كيف الاشياء اللي بنقدر نستخدمها بطريقه جدا عمليه مثل ما عم نشوف هون، والحلو ساره بهيدي الطريقه الاداه نفسها من تحت بنستخدمها هيك طبعا فرامه او حتى بتساعدنا لنعمل اي شيء، او فينا نحطها هيك القاعده ونحطها من الاعلى بنستخدم الاتاتشمنت الثانيه وهي خاصه بالخلط. شو رايك ساره؟ ولا اسهل ولا احلى، وبنفس الوقت هون بدنا بس نتاكد انها هي نضغطها بطريقه ساعديني فيها. مزبوط، هون عم نحط بهيدي الطريقه لنتاكد انه هي انحطت بس بحسب المسنن اللي موجوده فيه. يس. ومنقوم بضغطها وبتصير عندنا العصير جاهز بطريقه جدا عمليه. اذا من ماركت بلزانو رح تحصلوا على منتجين، عندنا المقلايه الهوائيه بحجم 2 اكس لارج
وطبعا المنتج الثاني فينا نعمل فيه خلط وفينا نعمل فيه فرم او غيره اللي كثير مع طبعا المنتج الرائع اللي نحن مقدمين لكم اياه. طبعا بس نحن نطلب يكون عندنا كاسه هون مثل ما عم نشوف مع بعضنا. هاتي عم نكسر انا رح ساعدك فيها. جربي افتحيها. وهون عم نشوف طبعا هي كثير قاسيه، خلي حدا من الشباب يفتح لنا اياها ويرجع لنا اياها، ولكن هيدا هو المنتج اللي كثير رائع. ثانك يو سو ماتش. وهون عم نشوف هيدا هو الغطاء، لانه بتجي لكم مع اكسسوارز كثير متعدده لحتى تقدروا انتم تحفظوها سواء كانت بالبراد او تاخذوها معكم بالسياره وغيرها من الاشياء. 449 ريال سعودي عم نقدم لكم سعر تنافسي على منتجين جايين لكم. عندكم المقليه الهوائيه من بلزانو، وبنفس الوقت عندكم خلاط كمان جاي لكم من نفس هيدي الماركه. الاسعار اللي بنشوفها بالاسواق للمقليه الهوائيه بس بنشوف نحن وياكم هيدي الاسعار، عندنا 899 ريال سعودي، عندنا كمان اسعار ثانيه بنلاقيها لنفس الكباسيتي اللي نحن عم نقدمها ب 943 ريال سعودي، بينما نحن بهيدا العرض المباشر عم نقدم لكم ب 449 ريال سعودي بس عم نقدم منتجين. مزبوط. هلا في شغله كثير طيبه هون عاملينها. اوكي، قبل ما ننتقل لها رح نعطي فرصه لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا مثل ما هلا نشوف العروض اللي عم نقدم لكم اياها. هي المقليه الهوائيه اللي جايه لكم بسعه كثير كبيره، وبنفس الوقت عندكم الخلاط. اتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه والخاصه ببلدكم. ما تروحوا بعيد، فقرتنا المباشره مكفيه معكم بعد البريك، ابقوا معنا. من ماركت بلزانو عم نقدم لكم مقلاه هوائيه جديده مع شاشه رقميه لحتى تامن لكم كل الطهي والقلي بطريقه صحيه 100%. سعه كثير كبيره جايه لكم لحتى تكفي كل العائله بكل سهوله مع شاشه رقميه وتحكم ذاتي بالوقت والحراره. فيك تعملي جميع انواع الماكولات وجميع انواع المقالي اللي بحبوها عائلتك وايضا الاطفال من دون استخدام اي نوع من الزيوت وبطريقه صحيه. طريقة الطهي أو القلي فيها بتكون جداً سريعة لأنه هي عملية كتير، وفيها البروغرام اللي بحدد الوقت وأيضاً الحرارة الخاص لكل أنواع المأكولات. جميع المخبوزات وكل الأشياء فيك تعمليها بسهولة وتستبدلي حتى الأشياء اللي بتعمليها بالفرن. دقايق قليلة هي اللي بتاخدها هيدي المقلاة الهوائية لتعملك الأكل. سرعة توزيع الهواء السريعة وكله باستخدام الهواء السخن، متوفرة بلونين، اللون الأسود واللون الأزرق، وجاي لإليك مع أداة خاصة كمان، خلاط جديد من بلزانو. المقلاة الهوائية بتقدم لك سعة كتير كبيرة لكل العيلة، وبنفس الوقت الطهي بيكون أقل دهون بنسبة 80%، متوفرة لإليك مع عصارة وخلاط من نفس الماركة. 449 ريال سعودي هو العرض اللي عم نقدم لك إياه بهيدي الفقرة. معكم هيدي الفقرة المباشرة ضمن عروض وباقات. من خلال هيدي الفقرات عم نقدم لكم نحن عروض استثنائية، تخفيضات على منتجات لقيت نجاحات كتير كبيرة، ولكن جاي هلأ لقلكم بندل، يعني مش بس منتج واحد، عم نقدم لكم منتجين وأكثر بسعر كتير تنافسي. مزبوط. إذا نحن معكم مباشرة على الهواء هلأ ضمن عروض وباقات، عم نقدم لكم منتجين كتير حلوين من ماركة بلزانو الإيطالية. لحقوا حالكم، الكمية جدا محدودة. هلأ عم بيقولوا لي بقيان فقط 80 طبعا قطعة من المجموعات اللي نحن عم نقدمها اليوم. لحقوا حالكم. وهلأ صار وقت نقلكم على أكلة كتير شهية. أنا بالسيجمنت الأولى كنت متحمسة كتير أني طبعا ورجيكم شو عاملين، واللي هو عن جد نحن بحاجة مقلاية هوائية لأنه هذا الشيء منحبه كتير كلياتنا. هون كمان عم نشوف سماح أنه اللي عم نقدمه نحن متوفر لألكم بلونين. هيدا المقلية الهوائية اللون الأسود واللون الأزرق، تجي مع شاشة رقمية مع كاباسيتي كتير كبيرة، وهي الباسكت اللي جاي لألكم XXL، يعني بسعة كتير كبيرة لكل العائلة. مزبوط. عاملين طبعا هون مثل ما عم نشوف فلافل. بتعرفي الفلافل قد ايه بتاخذ كمية كتير كبيرة من الزيت. مين منا ما بحب الفلافل، واللي تضطري انه تقليها مثل ما ذكرتي سارة بكمية زيت كتير كبيرة، لازم يغمرها الزيت وما بتكون صحية، فبنحرم حالنا من هاي الأكلة، لكن هلا صار فينا ناكلها بطريقة جدا صحية، سواء الفلافل سواء الطعمية حسب انتوا أي لغة بتحبوا تقولوها. وهون فينا نحط لها كمان الطحينة اللي شايفينها بهيدي الطريقة، طبعا مثل ما انتوا بتحبوا. رحنا حبينا نورجيكم بهيدي الطريقة
الطريقه، الطحينه اللي بتقدروا تحطوها على الفلافل اللي كثير لذيذه، واهم شيء ورجيهم انه هي مستويه من جوا، ما فيها اضافات زيت كثير مثل ما عم نشوف، يعني شكلها شهي جدا وكثير طيبه. شو رايك ساره؟ ولا احلى. وكمان التقنيه اللي بتشتغل فيها هيدي الاير فراير هي تقنيه جدا صحيه، هي كلها عبارة عن توزيع هواء سخن، يعني من دون استخدام الزيت، ولكن إليك الخيار إذا حابة تحطي شوي زيت على الأكل. هون عم نشوف إنه هي عبارة عن وصولها للكهرباء، في عندها بالأعلى مثل هيك إذا بدنا نقول قرص معدني، صح، بيوزع الهواء السخن 360 درجة. صح. المقالة هي من الأشياء اللي كتير نحن بنحب نعملها، ولكن بتتجنب ست البيت قد ما بتاخد منها غلبة بالمطبخ، سواء بريحة الزيت أو كمان قد ايه بدها تقعد تحط كمية مرة وحدة. من الأشياء اللي بنحبها هي الكبة، هون عم نشوف قد ايه الكميه كثير كبيره فيها تعمليها انت مره واحده، ما في ابدا زيوت، حتى البرغل او عجينه الكبه ما في شيء ابدا بيلزق معك، لانه عم نحكي على طبقه داخليه غير لاصقه. واو، هون فينا نعمل من فيها اكلات كثير ساره. مثلا نحن ضمن الاشياء اللي نحن بنحبها هي الكبه بلبن. واو. فينا كمان نعمل الكبه بلبن، مجرد انت ما تقلي الكبه فيكي بسهوله تعملي طبخه ثانيه مثل ما هلا نحن عم نشوف، يعني فيك تعملي شو ما بيخطر على بالك، سواء تتحكمي بالوقت والحراره او تتكلي على البروجرام اللي موجود. شوفوا شو طيبة من جوا، شوفوا شو طيبه، اوه سوري سخنه كثير بس كثير طيبه، طبعا عاد فضل توزيع الحراره، شوفوا شو مستويه وشكلها كثير شهي من الداخل، وهذا اللي نحن بنحبه لانه شكلها كثير لذيذ. خلينا ننتقل لعندك كمان ساره، شو الطبخات اللي انت عملتيها؟ ولا يهمك سماحه، اهلا وسهلا فيك. من طبخه للثانيه، هون كمان عم نشوف ان فينا نعمل نحن كاباسيتي، يعني كمية كتير كبيرة من الأكل، وخاصة الأكل إذا بدنا نقول اللي بياخد وقت معنا نحن بالفرن أو حتى بالغاز. هيدا بدي كليب، عطينا الكليب اللي خليني نساعدك. يس، هون بدنا نشوف كمية اللحمة اللي كثير، انا ما عم صدق قد ايه الحجم الكبير، لما عم نحكي 2XL يعني بتقدروا تحطوا فيها لحمه، بعضنا فيكم تحطوا فيها قطع دجاج كبيره او دجاجتين كاملين مثل ما شفنا بالفقره الاولى، وكل هذا الشيء بتوفروا على حالكم الوقت بالفرن، او طبعا فيكم تستخدموها كمقلايه عاديه، يعني افكار مختلفه فيكم تحضروا فيها لافراد عائلتكم، فيكم تعملوا اللحمه فوق رز الكبسه او رز المندي او غيره الكثير، وتكسبوا الوقت وبنفس الوقت ما تاكلوا هم الغاز او الفرن. ليك اللحمه كيف مستويه ودايبه ساره. ما ننسى كمان هيدي الاير فراير بلزانو، هي من افضل المنتجات مبيعا على شاشتنا، رجعنا من جديد جبنا لكم اياها بهيدي العروض والباقات ضمن الفقره المباشره بالساعه التنافسي. عم تشوفوه قدامكم على يمين الشاشه 449 ريال سعودي. واو. عم نقدم لكم نحن الاير فراير مع منتج ثاني وهو البلندر اللي عم نقدمه من بلزانو. ليه سعر تنافسي؟ لانه الاسعار اللي بتلاقوها بالاسواق هي اسعار اغلى بكثير. عم نشوف هون 899 ريال سعودي، وكمان عم نشوف 943 ريال سعودي، ولكن نحن اليوم عم نقدم لكم اير فراير بحجم 2XL بحجم كتير كبير لعائلة كاملة مع منتج تاني كمان من ماركة بلزانو، اللي ماركة اللي لقت نجاحات كتير كبيرة، بس ب 449 ريال سعودي. هذا المنتج ما رح تحصلوا عليه لوحده، كمان رح تحصلوا على منتج تاني مباشرة بهيدا السعر التنافسي، وهو خلاط من ماركة بلزانو الإيطالية، كمان مثل ما لكم شايفين هي هي البراند اللي مقدمي لكم إياها، والحلو إنه هو 2 بـ1، بتقدروا تعملوا فيه أكثر من طبعا شغلة بنفس الوقت، فيكم تعملوا فيه كفرم او خلط بطريقه بروفيشنال مثل ما عم نشوف هون، بمجرد ما تحطوا الخلطه اللي بدكم اياها وبتقوموا بالضغط بهيدي الطريقه على زر واحد، ما انه معقد كثير مثل ما عم نشوف، فينا نسكر ونضغط بهيدي الطريقه وبتقوم عمليه الخلط للخلاط البروفيشنال من ماركت بلزانو. طبعا في عنا الاشياء المختلفه اللي فيكم تحضروها، هون عاملين طبعا بندوره وبصل وغيره الكثير لتخلطوها بطريقه جدا مثل ما عم نشوف كثير حلوه. هيدا كان بالنسبه للشيء الاول اللي فيكم تحضروا فيها، فيكم كمان تعملوا فيها اشياء مختلفه مثل ما عم نشوف. هي فكرتها حلوه انه تخيلوا نفس الجهاز بتقدروا انتم تستخدموه بطريقتين، بالكونتينر من الاسفل، او فيكم توصلوا او تحطوا الكونتينر نفسه الخاص بالعصائر، يعني يا من تحت يا من فوق مثل ما حكيتي ساره بهيدي الطريقه، بس بنتاكد انه هو محطوط هيك وبنضغط عليه. مثلا هون حاطين طبعا برتقان وحاطين كمان جزر معه، مزبوط.
اوكي بهيدي الطريقه وبنعمل الخلط عليه بس لاتحكم فيها شوي. يس اوكي هلا صارت جاهزه وهون عم نعمل الجزر وعصير الجزر والبردقان مع بعضهم بهيدي الطريقه لنحصل على عصير فريش بطريقه كثير حلوه من ماركه بلزانو الايطاليه. يعني شو بدكم احلى من هيك؟ كل شيء عم تحلموا فيه عم تحصلوا عليه بالعرض الرائع من ماركه بلزانو اللي بتكون موجوده او الكونتينرز اللي موجودين انك فيكي انت تخزني اي من العصائر او الصوص عندك بالبياض وفيكي بنفس الوقت تاخذيه معك وين ما بتروحي من خلال اكيد هدول الاتاتشمنتس اللي متوفرين مع هيدا الجهاز 100% بطريقه يعني هيك مندمجه مع بعضها ما عامل شوائب او اي شيء بتقدروا تاخذوها تقضوا نهار بس تروح على الجيم او على البيت. هي اللي بتكون كثير عمليه لست البيت بالمطبخ لانه ما في سيده ما بتحب يمكن تعمل الفرمه الخاصه لها سواء كانت للكبه او يمكن صح. حتى للكفته حابه تعمل مثلا اشياء خاصه خلطه للبهارات كل هيدي الاشياء فيك تعمليها من خلال هيدا الجهاز اللي ما بده حتى ساعه كثير كبيره للتخزين سهل كثير انه يكون لك بالمطبخ تستخدميه كل يوم. ما ننسى كمان السعر التنافسي اللي عم نقدمه لكم بهيدي الفقره 449 ريال سعودي. مميزات الاير فراير اللي عم نقدم لكم اياها اليوم بقلبها شاشه ديجيتال بتساعدكم لحتى تعملوا الطهي والقلي بطريقه كثير صحيه 100% من دون استخدام الدهون. ما ننسى الكاباسيتي اللي هي 2XL جاي لكم تحكم ذاتي بالوقت والحراره غير البروجرامز اللي موجودين من جوا. سعة داخلية لكل أنواع المقالي اللي بحبوها عائلتك وولادك هلأ صار فيك تعمليها بكل سهولة. العرض اللي عم بيكون متوفر قدامك هو لفترة محدودة ضمن العروض المباشرة اللي جاية من عروض وباقات يعني عم نقدم هيدي المنتجات اللي كتير حلوة صح. بس لوقت كتير قليل جدا محددة عن جد يعني عرض ورا أحلى من هيك. لحقوا حالكم بس بسعر 449 ريال سعودي رح تحصلوا على كل هيدا الشيء اللي ذكرنا لكم اياه. أكل صحي عصائر صحية كل شيء فريش كل شيء عن جد لازم نحن نقوي جهاز المناعة الخاص فينا بعصائر فريش بطريقة طهي صحية بدون إضافة زيوت أو دهون مثل ما بتعرفوا. والحلو عملية الفرم وعملية التقطيع كلياتها صارت متوفرة بالجهاز الثاني اللي نحن مقدمين لكم إياه مع طبعا ماركة بلزانو الإيطالية. هيدا العرض متوفر فقط لفترة جدا محدودة. الكمية اللي عنا إياها هلأ قربت تصير 30 طبعا قطعة. لحقوا حالكم لأنه الكمية جدا محدودة والعرض اللي عم نقدم لكم إياه ضمن عروض وباقات لفترة جدا محدودة. نحن معكم مباشرة على الهواء لنقلكم آخر الأبديت قديش في مبيعات وقديه لسه بقيان كمية محددة لهيك السعر تنافسي وقديش حلو صار نعيش حياة صحية ناكل أكل صحي وعصائر صحية بسعر كمان يكون كتير منيح ومناسب لنا ب 449 ريال سعودي. عم نقدم لكم اير فراير بحجم كتير كبير مع كمان جهاز تاني وهو خلاط عملي لإلك بالمطبخ كمان ب 449 ريال سعودي فيكم تحصلي انت على توفير كتير كبير عن الاسعار اللي بتشوفيها بالاسواق. بنشوف الاسعار نحن وياكم للاير فرايرز اللي بالاسواق بنفس الحجم اللي نحن عم نقدم لكم اياه 899 ريال سعودي. اما بالنسبه لنوع ثاني بنلاقيه ب 943 ريال سعودي. صدقوني الاير فرايرز هي بتشتغل على تقنيه وحده، كل الاير فرايرز بيعتمدوا تقنيه وحده وهي توزيع الهواء السخن. احصلوا على هيدا العرض توفيري لإلك ب 449 ريال سعودي بتحصلي على منتجين واكثر يعني. وكمان في عنا عروض صح. اكيد رح تطل عليكم ويعرفوكم عليها مركز خدمه العملاء لما تعملوا اي اتصال. مزبوط. اذا هلا ما لكم غير انكم تتصلوا وتطلبوا هالمنتج الرائع والباقه الرائعه اللي مقدمينها من المقلاه الصحيه للخلاط والعصائر اللي بتعملوها بطريقه جدا صحيه فقط بسعر 449 ريال سعودي. شو ناطرين؟ اتصلوا واطلبوا هلا وبكفيين معكم ببث مباشر ضمن عروض وباقات كثير حلوه. انا وساره والصبايا ماركت بلزانو عم نقدم لكم مقلاه هوائيه جديده مع شاشه رقميه لحتى تامن لكم كل الطهي والقلي بطريقه صحيه 100%. سعه كتير كبيره جايه لكم لحتى تكفي كل العائله بكل سهوله مع شاشه رقميه وتحكم ذاتي بالوقت والحراره. فيكي تعملي جميع انواع الماكولات وجميع انواع المقالي اللي بحبوها عائلتك وايضا الاطفال من دون استخدام اي نوع من الزيوت وبطريقه صحيه. طريقة الطهي أو القلي فيها بتكون جداً سريعة لأنه هي عملية كتير وفيها البروغرام اللي بحدد الوقت وأيضاً الحرارة الخاص لكل أنواع المأكولات.
جميع المخبوزات وكل الاشياء فيك تعمليها بسهوله وتستبدلي حتى الاشياء اللي بتعمليها بالفرن. دقائق قليله هي اللي بتاخدها هيدي المقلاه الهوائيه لتعمل لك الاكل. سرعة توزيع الهواء السريعة وكله باستخدام الهواء السخن، متوفرة بلونين، اللون الأسود واللون الأزرق، وجاي لقليك مع أداة خاصة كمان، خلاط جديد من بلزانو. المقلاة الهوائية بتقدم لك ساعة كتير كبيرة لكل العيلة، وبنفس الوقت الطهي بيكون أقل دهون بنسبة 80%، متوفرة لقليك مع عصارة وخلاط من نفس الماركة. 449 ريال سعودي هو العرض اللي عم نقدم لك اياه بهيدي الفقره.